بتاع الناس على الغار السيس سيسي يتغير ليه؟ ما حلوها وخلنا نعمل في امان. هم الحرامين والحشاشين والدنيا كلها في الغرام. احنا حلوين اخوان عايزين يغيروه. يغيروا ليه؟ ده الزيت والسكر بيجينا في التمون ببلاش ومنغير العيش ونجيب قروض. اقول السكر ب10 جنيه كيلو النهارده. السكر هي اللي مخبيين. انت بتحب السيس الامانه والله؟ بالامانه اللي بحب السيس وعمل لنا حواشي. اه. خلينا بيوتنا ننام وبيوتنا مفتحة. انت هتنتخبي تاني؟ اه انتخب وعيالي تنتخب والدنيا كلها تنتخب. يعني الحاجة غالية؟ الحاجة غالية بس احنا عايشين عشا حلو. اه. ومبسوطين. والله. وفي حاجة ما نصفناش مننا حاجة. حلو كده. يعني انت مش تعبانه خدت بقى على حاجه غاليه عندك؟ تعبان ولا بجيب السكر؟ السكر التموت فيني وحلوين قوي بيضه.